لكن كل الأمور وكل مباراة وظروفها، قد يفعل ما لم يفعله في مباراتين الماضيتين اللي يفعلها أمام حامل الثنائية أمام نادي الزمالك. الواقع يقول صعب جدا. تمشي الكرة سعيد مراد، ولكن الكرة دائما فيها جنون. جول 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 جول، كرة ميتة، يأتي منها هدف أول لنادي المصري، قد يقلب الأمور. وهذه هو حال كرة القدم وجنونها. سعيد مراد والرأسية، الكل نظر، وهنا عبد المنصف والرأسية حطها بشكل حلو أحمد جمعة، ويسجل من خلالها الهدف الأول لنادي المصري. شوفوا حطها على يسار عبد المنصف، وهدف أول، كرة ملعوبة حلوة من سعيد مراد، وفي غفلة من دفاع فريق ام بي يكون الهدف الأول في هذه الأثناء. هدف يشعل اللحظات المتبقية من عمر المباراة.